بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، نحييكم بتحية الإسلام، سلام الله ورحمته عليكم أجمعين. نرحب بكم مجددا في ربوع مدرستنا ومدرستكم، بيتنا وبيتكم الثاني، مدرسة المناهل الدولية. ها نحن ذا نلتقيكم مجددا في درس جديد في مادة اللغة العربية، سائلين المولى عز وجل أن يحقق المنفعة والفائدة لكم أجمعين. كلنا يعلم أن الذكاء أمر حسن، وجميع البشر يتمنون أن يكونوا أذكياء، ولكن هل كل ما يقوم به الأذكياء صحيح؟ يظن الكثير أن الأذكياء دائما يقومون بالعمل الصحيح، لكن في درسنا اليوم سنتعرف على فئتين من الأذكياء ونرى فعل كل واحد منهم. دعونا نتابع. على بركة الله، اليوم هو يوم الخميس الموافق 13 من شعبان عام 1441 للهجرة، 16 من نيسان عام 2020 للميلاد. في الصف السادس، ومادة اللغة العربية وقسم القراءة تحت عنوان طرائف من تراثنا. انظروا هذه الصورة على ما توحي، رجل يحدث الحمار، هل تدل على ذكاء؟ لا أظنها كذلك، أظنها إن دلت على شيء فإنما تدل على غباء. وانظروا إلى الصورة الثانية، رجل آخر وكأنه يشير إلى القردة، قبل قليل كان الرجل يكلم الحمار وهذا الرجل يشير إلى القردة، ولكن هل هذا يدل على ذكاء أم غباء؟ سنعرف التفاصيل في قصتنا التالية. جاء تحت عنوان أخبار الحمقى والمغفلين. حكى لي بعض الإخوان أن بعض المغفلين كان يقود حمارا بحبل طويل، والمغفلين غير الأذكياء أي الأغبياء كما نعرف نحن. فقال أحد الأذكياء لرفيق له: يمكنني أن آخذ هذا الحمار من دون أن يعلم هذا المغفل؟ رد صديقه قال: كيف تأخذه ومقوده بيده؟ والمقود ما تقاد به الدابة من حبل ونحوه. هل اتضحت الصورة في مخيلتكم؟ مغفل يقود حماره والحبل بيده، وجاء ذكي يكلم رفيقه أو صديقه ويقول له أنه سيأخذ هذا الحمار دون أن يعلم صاحبه. فسأله صديقه: كيف تأخذه ومقوده بيده؟ رد الذكي: فتقدم فحل المقود من رأس الحمار ووضعه في رأسه، وقال لرفيقه: خذ الحمار واذهب.
فأخذه ومشى ذلك الرجل خلف المغفل والمقود في رأسه ساعة، ثم وقف فجذبه. ما معنى جذبه؟ أي شده أو سحبه. فما مشى، فالتفت إليه فرأى رجلا مكان حماره، فقال: أين الحمار؟ فقال: أنا هو. هذا الكلام من يقوله؟ بالتأكيد الذكي. رد المغفل قال: وكيف حدث هذا؟ قلنا: جذبه، سحبه أو شده إليه. رد هذا الذكي عندما سأله المغفل كيف حدث هذا، قال: لقد كنت رجلا عاقا لوالدتي، والعاق هو العاصي، فغضبت علي فمسخني الله حمارا عقوبة لي. ما معنى مسخني؟ المسخ تغيير الخلق نحو الأسوأ. قال الذكي: لقد كنت رجلا عاقا لوالدتي فغضبت علي فمسخني الله حمارا عقوبة لي، وأنا منذ فترة طويلة في خدمتك على هذه الحالة، والآن قد رضيت عني أمي فعدت آدميا والحمد لله. رد المغفل فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف كنت أستخدمك وأنت آدمي؟ ما معنى أستخدمك؟ أي أجعلك خادما عندي. وأنت آدمي، أي من أبناء آدم عليه السلام. رد الذكي قال: لقد كان ذلك. رد عليه المغفل قال: فاذهب في دعة الله، أي بحفظ الله ورعايته. فذهب الذكي. قلنا: المسخ تبديل الخلق نحو الأسوأ. ومضى المغفل إلى بيته فقال لزوجته: أعندك الخبر؟ كان الأمر كذا وكذا، وكنا نستخدم آدميا ولا ندري، فبماذا نكفر عن ذنوبنا وكيف نتوب؟ ما معنى نكفر ونتوب ونستخدم؟ فقالت: تصدق بما يمكن من المال. نستخدم نجعله خادما. نتوب أو التوبة هي ترك الأمر وعدم العودة إليه، ونكفر نصحح الخطأ، فمن يفطر في رمضان فقد وقع في الخطأ ويصحح خطأه بالكفارة، إما أن تكون الصيام أو دفع المال. نعود إلى قصتنا. وبقي أياما جالسا في بيته لا يعمل، فقالت له زوجته: إنما شغلك المكارات، ولا تحسن صنعة غيرها، والمكارات تعني نقل الراكب على الدابة، فاذهب إلى السوق
واشتري حمارا جديدا لتعمل عليه. انظروا كلمة اشتري هنا حذف منها حرف العلة الياء، أتدرون ما السبب؟ السبب أنه فعل أمر، وفعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة من آخره. قالت له زوجته: فاذهب إلى السوق واشتري حمارا جديدا لتعمل عليه. فخرج إلى السوق فوجد حماره معروضا للبيع وينادى عليه، فتقدم من الحمار وجعل فمه في أذنه، أي أراد أن يكلمه بصوت لا يسمعه أحد لكي لا يسمعه أحد، وقال: يا مدبر، عدت مرة أخرى إلى عقوق أمك. والصنعة معناها الحرفة والعمل. هذه القصة الأولى وأبطالها. أبطالها كانوا الرجل المغفل وزوجته، والذكي الذي سرق الحمار. أما قصتنا الثانية فكانت تحت عنوان القرد وبائع الطرابيش. جاء في تلك القصة يحكى أن بائعا للطرابيش خرج ذات يوم في جولة يبيع فيها الطرابيش التي يصنعها، وبعد طواف في أطراف المدينة. ما معنى كلمة طواف؟ الطواف هنا بمعنى الدوران والتجول، ومن هنا جاءت تسمية الدوران حول الكعبة طوافا. وبعد طواف في أطراف المدينة أراد البائع أن يستريح من عناء ما أصابه من تعب، فبحث عن مكان يستظل في، فوجد شجرة. وما معنى يستظل؟ فبحث عن مكان فيه يستظل فوجد شجرة، ويستظل هنا أي يجلس في ظل تلك الشجرة. فوجد شجرة فوضع الطرابيش جانبا. وما معنى الطرابيش؟ سنرى بعد قليل. فوضع الطرابيش جانبا ثم استلقى تحت ظل الشجرة، غفى غفوة، نام بعدها. وعندما استيقظ من غفوته لم يجد بجانبه أي طربوش، فتلفت حوله يمنة ويسرة فلم يجدها، فأصابته الدهشة واستغرب ثم نهض. وقلنا لكم ما هي الطرابيش؟ الطرابيش جمع مفرده الطربوش، وهو غطاء للرأس يصنع من نسيج صفيق من صوف أو نحوه، وقد تلف عليه العمامة، وجمع الكلمة طرابيش. نعود إلى قصتنا. نظر إلى أعلى الشجرة بعد أن تلفت يمنة ويسرة ولم يجد شيئا. نظر إلى أعلى الشجرة فرأى القردة تراقب حركته،
والطرابيش الحمراء بيدها. القردة تحب اللون الأحمر. عرف أن القردة سرقت بضاعته من جانبه في أثناء نومه، ففكر في وسيلة يستعيد بها ما سرق منه. فقادته مخيلته إلى خلع طربوشه ورمى القردة به، فما كان من القردة إلا أن ردت عليه بالعمل نفسه، فخلع كل قرد طربوشه الذي سرقه ورمى به الرجل. وهكذا استطاع البائع أن يستعيد بضاعته. وهذا النص كاتبه ابن المقفع، وقد مر معنا في الفصل الأول في درس الحمامة والثعلب ومالك الحزين. في القصة الثانية، ما محور القصة؟ الرجل البائع الجوال، ماذا كان يبيعه؟ كان يبيع الطرابيش. ما لون الطرابيش؟ لونها أحمر. ماذا حل بالرجل؟ طبعا أصابه التعب بعد جولة في المدينة، فاستراح تحت ظل شجرة، ولكنه عندما استيقظ شاهد أن بضاعته قد سرقت منه، فبحث عنها في جميع الاتجاهات إلى أن نظر إلى الأعلى فوجد القردة هي من سرقت البضاعة منه. واستطاع بذكائه أن يستعيد بضاعته، إذ أنه خلع الطربوش الذي على رأسه وألقى به على القردة، فعادت القردة وفعلت نفس فعله، فاستعاد بضاعته بهذه الطريقة. المطلوب منكم الآن في قسم الاستيعاب والفهم أن تتعاونوا ضمن مجموعات، ولتحددوا من القصة الأولى الشخصيات والمكان والخاتمة. من يعرف شخصيات القصة في القصة الأولى؟ دائما الشخصيات في القصة تكون شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية. الشخصيات الرئيسية في القصة الأولى كانت المغفل وزوجته والرجل الذكي الذي سرق الحمار. الشخصيات الثانوية كانت أم الرجل الذكي ورفيق الرجل الذكي. قلنا الشخصيات المغفل وزوجته والذكي وأم الذكي وصديق الذكي. الشخصيات هي المغفل وزوجته والذكي وأم الذكي وصديق الذكي. أما المكان فكان بيت المغفل. هل فقط بيت المغفل؟ السوق الذي تباع فيه الحيوانات ذهب ليشتري حماراً. أما الخاتمة فهي كلام المغفل مع الحمار.
الآن عليكم أن ترتبوا الحوادث الآتية كما وردت في القصة الأولى: ذهاب الرجل إلى السوق لشراء الحمار، إبلاغ المغفل زوجته بالأمر، سير الرجل خلف المغفل مكان الحمار، سرقة الحمار من صاحبه المغفل. نترككم في نصف دقيقة حتى ترتبوا وتشاهدوا كيف الترتيب الصحيح. أول شيء فعله الذكي سرقة الحمار من صاحبه المغفل، ثم سير الرجل خلف المغفل مكان الحمار، ثم إبلاغ المغفل زوجته بالأمر، وفي النهاية ذهاب الرجل إلى السوق لشراء الحمار. سؤال آخر: أين استراح بائع الطرابيش في القصة الثانية؟ تحت ظل شجرة. من سرق طرابيش البائع؟ هل هو الذكي أم المغفل؟ إنها القردة. ثانيا: هات دليلا على غباء كل من المغفل وزوجته كما جاء في القصة الأولى. المغفل كيف عرفنا أنه غبي؟ عندما صدق أن الحمار آدمي. هذا يدل على غبائه. زوجته كيف أثبتت غباءها؟ عندما قالت له: تصدق بالمال كي تكفر عن ذنبك. إذن غباء المغفل عندما صدق أن الحمار آدمي، وغباء زوجته عندما قالت له: تصدق بالمال حتى تكفر عن خطأك وذنبك. ما الوسيلة التي استخدمها البائع لاسترداد طرابيشه؟ معكم نصف دقيقة أو أقل. إن الوسيلة أن خلع طربوشه ورمى القردة به. على ما يدل تصرف بائع الطرابيش؟ هل هو يدل على غباء أم ذكاء؟ بالتأكيد يدل على الذكاء. ما الفرق بين الرجل الذكي في القصة الأولى وبائع الطرابيش في القصة الثانية؟ انظروا، الشخصيتان تمثلان دور الذكي، ولكن ما هو الفرق بينهما؟ الرجل الذكي في القصة الأولى وظف ذكاءه في الشر، عنده ذكاء لكن ذكاءه لم يأتي بخير، إنما كان شرا على غيره فسرق الحمار.
أما بائع الطرابيش فقد استفاد من ذكائه في الخير واستعاد طرابيشه التي سرقتها منه القردة. والآن سنترك لكم واجبا منزليا تفعلوه في بيوتكم. السؤال الأول، هذا ليس من الكتاب، سنقرر قسما من الكتاب وهذه الأسئلة. ما إعراب كلمة ينادى؟ وما نوع الكلمات الآتية؟ أنا، هو، هذا. السؤال الثالث، ميز اسم الفاعل من اسم المفعول مما يلي: مدبر، معروض، جالس. وتتم تتمة الأسئلة في الصفحة ذات الرقم 116 و117. تكملون الأسئلة وتقدموها إلى معلميكم أجمعين مع الإجابة عن هذه الأسئلة. ونشكر لكم حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في درس جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم بحفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.